مزيكا تقدمها لكم رولكس. سيريناتا لاتينال. عندما يتحد فنانان استثنائيان لاستكشاف عالم زاخر بالأغاني في أمريكا اللاتينية بطريقة فريدة وحميمة، هي رحلة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. أحببت ذلك، فهم يشكلون دويتو. عازف القيثار الفرنسي الشهير كزافييه دوميستر والتينور المكسيكي الأسطوري رولاندو فيلازون في تناغم تام في مهرجان لوزيتس. هنا في حديقة الجنة الرومانسية موسكوار بارك الممتدة على الحدود الألمانية البولندية. الموسيقى في أمريكا اللاتينية لا تتوقف فقط على لا كوكاراتشا، لدينا موسيقى عميقة ساحرة. تلعب القيثارة دورا مهما في الموسيقى الشعبية، سواء في تشيلي أو الأرجنتين أو فنزويلا. برنامج يمزج بين الأغاني الفولكلورية والأغاني الكلاسيكية التي وضعت لتغنى وتعزف على آلة البيانو، والتي أبدعها ملحنون مشهورون مثل ألبرتو جيناستيرا. الهدف الأساسي كان العثور على الألحان التي يكون فيها صوت القيثارة أكثر رنيناً من صوت البيانو. بحثنا كثيراً ولعبنا كثيراً وحاولنا كثيراً، نلهم بعضنا البعض ونتحدى بعضنا البعض. إنه لأمر رائع أن أتمكن من الغناء بلغة الأم. تجد نغمات أخرى وتفاعلا كبيرا مع اللغات والكلمات والألوان، أكثر ثراء. يظهر هذا الأمر بشكل واضح في الألحان المكسيكية الشعبية. ما إن بدأنا شعرت على الفور بالقشعريرة. أحب لا جورونا، هذه القصة المظلمة السريالية إلى حد ما. هي أغنية مجهولة الهوية تجمع العالم المكسيكي بأكمله وتجسد الموت والحب والغموض. هذه الموسيقى تحرك المشاعر، في بعض الأحيان تجعلك تشعر بالسعادة وبالرغبة في الرقص، وفي أحيان أخرى تشعر بالحزن وتملأ الدموع عينيك. هناك حزن وحنين وكآبة. بالرغم من معاناتها تواصل قارة أمريكا اللاتينية الرقص والضحك وأيضا البحث عن متعة الحياة. موسيقى قدمتها لكم رولكس.